اشتغلت أنا بالمجوهرات الأحجار الكريمة من قبل 17 سنة بحبي للأحجار، ومن ثم حق الخواتم لي، من بعدها صياغة المجوهرات الفضيات، من بعدها إلى الذهب، بعدين ورشة صغيرة كونتها بأربع عمال لمدة تقريبا 5 سنوات. كنت مشروعي يعني شبه بسيط لتغذية السوق، وتقريبا المالك الحين السوق 95% يعني ملك للأجانب. أكيد بداية كل مشروع يأثر من ناحية مادية، يحتاج أنك تموله ماديا، من عقبها تأخذ المردود، بس مو بأول سنة، لازم تكون عندك دراسة لمدة تقريبا يعني مو أقل من سنة، على أساس أنه تشوف مدى نجاح مشروعك. والمشروع دائما إذا تبي تكبره لا تأخذ من رأس المال نفسه، يعني يرد مبيعاتك أو مردودك يتم بالصندوق بحيث أنك تكبر باقي المشروع. والمشاريع يعني خصوصا مشاريع الذهب والمجوهرات يعتمد لها رأس مال كبير، وفيها مخاطرة وريسك، بس فائدتها جيدة. وأنا أشجع سوق العمل للشباب أنه ينخرط في هذا العمل، لأن السوق محتاج ذلك، وأنا صاحب مهنة يعني أنا ممتهن الشغلة. بالأول من ناحية مالية كنت أنا المحاسب، أنا المدير، أنا كل شيء بالمشروع. ومن ثم يعني أسس لي قاعدة مالية، جبت محاسب، من بعدها صار حتى ما كان عندنا يعني كنا نعتمد على التجوري نفس الأولين، بس الحين لا، صار عندنا أكاونتات بالبنك وشغلنا أونلاين. ومن ناحية اجتماعية كل مشروع يعني لابد أن لا توابع اجتماعية، يعني يبعدك عن الزيارات الاجتماعية يأخذك منها، لا يعني لها عوامل اجتماعية كثيرة. من ناحية النفسية تكون أنت كل يوم بحال، لأن المشروع دائم إذا نجح مشروعك أو نجح شغلك أنت بحال رضا وسعادة وتعطي ما يرضيك، بس إذا ما أنجزت اليوم أو ما بعت معنى أصح يصير شوي عندك عدم الرضا للنفس. من حبي للأحجار والذهب سافرت إلى أفريقيا، دول أفريقيا كذا دولة، رحت شفت مناجم، شفت ألماس واستخراج الألماس، وعندي صور لذلك تثبت أني مسافر وشايف تنقيب الذهب وشون استخراج الذهب والتنقيب عنه، وحتى الألماس نفسه. والأحجار دائما يعني يحتاج لها انتقاء، من بعدها صقل، من بعدها يالله مراحل يعني تنتقل فيها أكثر من مرحلة بحيث أنه توصل إلى جوهرة معينة. تدريب العمالة ياخذ وقت، بحيث أن العمالة الآسيوية معتمدين على شغل المانوال في الخارج يعني في دولهم، ويون يقعدون في القاع. الحين لما تطور الشغل ومكاين وأجهزة لابد يبي لك وقت، وبحيث أن كل دولة ترى إحنا نمتاز الكويت بدقاتنا، حلو يعني في الإمارات هم لها دقات، البحرين هم كذلك، فكل دولة وحتى الهند عندها دقات معينة، فيون يعني مو عارفين نوعية الشغل اللي احنا نشتغله، حلو بعدين نوجههم يتمون لمدة شهر شهرين، نعلمهم على شنو الطريقة اللي احنا نبيها وشنو الدقات او شنو اسلوب المجوهرات اللي احنا نشتغل فيه. كوفيد 19 اثر علينا سلبا من ناحية اجارات، والحمد لله في بعض العقارات او اغلبها اصحاب العقار تنازلوا عن أجاراتهم بالفترة 3 أشهر اللي كانت، وإحنا ما كنا نشتغل وعندنا عمالة ورأس مال. الحمد لله أعطيناهم نص معاشات وكملنا لهم النص الباقي عقب ما اشتغلنا. في بعض المشاريع خسرت كونها هي مجال خدمي يعني عرفتي، بس أنت كونك تشتغل بالذهب اليوم
ما يأثر عليك لأن بيدك عملة يعتبر أو في بيدك نقدي. حاب أوصل المشروعي أنا إلى ورشة أكبر من هذه، وانتظر الدعم من الحكومة لهذه المشاريع والمصانع. أتمنى أن مصنع أكبر من كذي بملك وليس أجار، واللهم لك الحمد. المشاريع بكل مشروع لا ريسك أو لا مخاطرة، لابد أنت تخوض المشروع، عرفت وتعرف سلبياته وإيجابياته بحد ذاته. لو حتى انفشل مشروعك حلو، مو معنى ذلك أن نهاية العالم أو نهاية العمل، بالعكس اطمح أنك تكون أفضل من ذلك. ابدي مشروع جديد أو فكرة جديدة، ودعم للشباب بالذات. يعني يوصي الرسول صلى الله عليه وآله 6 أعشار رزق بالتجارة، وأتمنى أن الشباب يتوجه للعمل التجاري، وإيدنا بيدكم إن شاء الله. اللهم لك الحمد، الدعم الأكبر لي هو نفسي، بديت بنفسي، كنت أستطلع بالسوق أشوف شو المرغوب، من حيث اللي بدينا فيه يعني اللهم لك الحمد. الآن يعني كبرت رأس مالي وأطمح الأكثر إن شاء الله. أكثر شيء تحاتينا بالمشروع هو الأجار ومعاشات العمال، وبحيث أنك شلون تداور الذهب بسرعته بيدك، لأن هذا يعتبر عملة أنت لابد أنك تستفيد منها كثر ما تقدر. يعني كيلو الذهب إحنا نشتغله، نقدر نشتغله بيومين ونقدر نشتغله بأسبوعين، فنبي يعني على أساس ناخذ إنتاج منه كثر ما نقدر. نصيحتي للشباب اللي يخوض أي تجربة أو أي مشروع، لابد إن فيها مخاطرة وفيها ريسك، وفيها هو يا إنك دعم حكومي أو دعم من أحد التجار أو دعم شخصي اللي هو قرض شخصي تقدر تأخذه. اشتغل وخاطر، السوق يبي المخاطرة، يعني مو نهاية الحياة إذا أنت فشلت، بالعكس ابتدي من جديد وتقدر توقف وتلقى من يساندك. وإذا ما لقيت أحد من يدعمك راح أنت بنفسك تصقل شخصيتك. We'll be right back.